يلعب بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. أوهو على هذه الكرة، تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خادعت الجميع، فرصة بتضيع. هاري كين، إمكانية الكرة العرضية، مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. كرة إلى خارج الملعب بعد ما فشل في السيطرة والتحكم فيها. فرصة لكرة مرتدة سريعة. فرصة تنتهي والكرة مع الفريق الخصم. لوكاكو، ديليالي، من جديد لديليالي بدون ما يتحرك. الكرة تصل في نفس المكان، الحارس يمسك الكرة بسهولة. يا سلام على هذه اللقطة، الله على الكرة. تيليرز ينطلق من خلال المساحة على الطرف. يا الله، حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية. هاري كين، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. تحكم مثالي في الكرة، شوف كيف مر من المدافع بشكل سليم. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. رودريجو، هاري كين، تمريرات مستمرة في انتظار الفرصة، في انتظار الثغرة، في انتظار اللحظة المناسبة. يتدخل ويبعدها إلى تماس. يورجن كلوب يجري التغيير الآن. التغيير راح يكون بخروج اللاعب هاري كين وسيدخل بدلاً عن أليكسيس سانشيز. الإضافة الهجومية الواضحة، لاعب كبير في صناعة الفرص، في التسجيل، في التهديف. مستحيل هذا التصدي، أي روعة، أي ردة فعل، أي إبداع، أي حارس مرمى. ضربة ركنية تنفذ قصيرة. الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. شوف الضغط العالي الآن على الدفاع. يحاول فريق تيليرز التقدم في المساحة على الطرف. كرة باتجاه القائم الثاني، كرة بتبعد من مناطق الخطر. أليكسيس سانشيز، الفريق يعرف كيف ينقل التمريرات بشكل جميل، بشكل سلس بين الفريق. يلعب لك كرة بينية، تدخل ممتاز من المدافع يبعد الكرة. يا رب، أي هدف خرافي، أي تسديدة، أي روعة في هذه الكرة. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يا سلام عليك، أبعدها من فوق العارضة. والكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18. عند الكرة في مكان خطير. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. أرسل كرة رأسية لكن الكرة بعيدة عن المرمى. واضح تأثير الضغط الدفاعي في اللقطة الماضية. 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. تدخل يبعد الكرة. لمسة جميلة، الله على اللمسة، الله على اللعبة. مباراة تنفض بأن تنتهي. هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة. شوف الأعصاب الآن، هدف واحد قد يأتي في أي لحظة في المباراة. شوف الهدف من جديد، هدف بعكس